المشكلة كانت ومنذ أن بدأت تتعلق بالخطط والإشراف والتنفيذ والتمويل والوقت والطاقات العاملة، لكنها وبعد أن تم تجاوزها وبدأ الحل فعلا، وبعدما اقتنع الممول والمنفذ بضرورة العمل، اصطدم الكل بالحصار الإسرائيلي الذي منع بشكل شبه كامل وبات دخول أي من المستلزمات التأسيسية أو التطويرية للمشروع الحيوي الخطير. It seems to me that the longer the siege continues, the more people suffer here and the greater the environmental problem which is being caused. And it really shouldn't take a Tony Blair or a high-level UN official to make really normal water projects possible. I think we should probably all be calling on Israel to end the blockade, not just because of the environmental effects and because of the shortages of water, but also because of the human rights violation. I mean, the shortages of water and the quality are undoubtedly leading to an increase in water-related disease, and that will result in deaths. So perhaps we should ask ourselves if the people who are keeping quiet about this are actually as guilty as the people who are actually implementing the blockade. إن هذه المشاريع تعتبر مشاريع عادية في البلدان الأخرى، لكن هنا في غزة يوجد الحصار الإسرائيلي وينتهك وبشكل مباشر القانون الدولي وحق الفلسطينيين في الحصول على مياه نظيفة ومرافق صرف صحي ملائمة. لا يبقى لسكان غزة إذن سوى الأمل في أن يتم الضغط على إسرائيل لرفع هذا الحصار. إن الناس في غزة يبذلون ما في وسعهم لمواجهة الوضع القائم، ولا زالت غزة تطفو فوق هذه المأساة، لكن الحصار الإسرائيلي لا زال في عامه الثالث، ومشاريع الصرف الصحي الحالية حتى هذه اللحظة تستوعب ما يفوق طاقتها، لكن كارثة أخرى على وشك الوقوع.